إطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته، نعلن من هنا من أرض سيناء الغالية تأسيس اتحاد القبائل العربية. نحتفل هذا العام بأعياد 25 أبريل والعام الماضي فقط، ولكن أعوام الماضية حرمنا كأبناء سيناء من إقامة احتفالات نتيجة الإرهاب الأسود، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ورجال القوات المسلحة والشرطة وإنشاء اتحاد قبائل سيناء اللي أنشأه المهندس إبراهيم العرجاني طهروا سيناء تماما من الإرهاب، وهذا جهد يشكر عليه. الحمد لله. طبعا المدينة دي كان فيما مضى كان يعتبر هي عكر ومعقل التكفيريين، والحمد لله بجهود القوات المسلحة وبجهود القبائل الإرهاب خلص، والنهاردة اتحاد القبائل العربية كلهم بإجماع أجمعوا أنهم يعملوا مدينة نموذجية ويطلقوا عليها مدينة السيسي. ده أولا محبة في سيادة الرئيس السيسي، وحيعملوها بالمجهودات الذاتية وحتبقى مدينة نموذجية، بل وهم كمان يعني أول ناس حيكونوا من سكان مدينة السيسي أسر الشهداء على مستوى الجمهورية أيا كان، سواء من سيناء من مصر من القاهرة، ونعمل فيها حاجات يعني حنعمل فيها مشاريع وحنعمل فيها تربية مواشي وحنعمل فيها حاجات زراعية وحنعمل فيها حاجات صناعية الحمد لله. وأكيد طبعا أنتوا جايين شفتوا المباني، يعني احنا مش بنتكلم كلام، المباني طلعت والحاجات طلعت وأكيد أنتوا شايفين وصورتوا الحاجات دي، فإن شاء الله خير. وبعدين احنا اتحاد القبائل العربية الحمد لله يعني القبائل العربية كلهم مجتمعين وتوحدوا، الأساس بتاعنا دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة وحزم خلف سيادة الرئيس السيسي. احنا القبائل العربية لما نتكلم عن القبائل العربية وعلى صعيد مصر وعلى السلوم وعلى مطروح وعلى البحر الأحمر وعلى سيناء، فدول لما بيعملوا لهم كيان هم كانوا خمس كيانات، الخمس كيانات توحدوا كلهم في كيان واحد اللي هو اتحاد القبائل العربية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني الأفعال تسبق الأقوال بعون الله. احنا طبعا رسالتنا لكل اتحاد القبائل وشباب القبائل وشباب اتحاد القبائل العربية على مستوى الجمهورية، كلنا لازم نبقى يد بيد ومتحدين ونعمل ونقف كلنا في خلف سيادة الرئيس، لأن تاريخنا احنا معروف، احنا تاريخنا معروف والكلام ده كان فعل قبل الجول، وإن شاء الله خير بإذن الله. اليوم النهاردة يوم عيد عند أهالي سيناء، يوم تاريخي، يوم يكتب بأحرف من ذهب، المدينة هتبقى ذي المدينة هتبقى مدينة عالمية للأجيال القادمة. المدينة الهدف منها يعني تنمية الصحراء، أن فعلا سيناء هي على الطريق الصحيح. دور أهالي سيناء أن احنا نبتدي معركة التنمية، وإن شاء الله احنا بنطمح أن احنا نوصل نشوف أهم مشاريع تخدم أهالي سيناء، وأن احنا نوظف الشباب اللي زي من سني، شباب كثيرة من سني النهاردة كلهم شباب طموح، فاحنا بنطمح ان احنا نشوف نعمل مشاريع في سيناء ونطور سيناء بحيث ان احنا نقلل البطاله اللي في سيناء، وكل الشباب اللي من سني والاكبر مني والناس دي كلها وخصوصا الاولاد والنساء، في فتيات كثيره في سيناء النهارده وتعلمات عندهم شهادات، مش عصام بس طيار، في ناس كثيره من سيناء دكاتره وفي ناس زي طيارين من سيناء وناس مهندسين. فالنهارده احنا حابين نقول لكل العالم انه سيناء اولادها عرفت تربي جيل متعلم، جيل جيد، جيل قدر يوصل ويتحدى، ويكون عندنا النهارده دكاتره ومهندسين وناس عباقره ما شاء الله عليهم. ورساله التنميه بتبتدي وابتدات، احنا ما الا ان احنا نمشي وراء طريق السيد عبد الفتاح السيسي، هو سبقنا واحنا حاليا نمشي وراه. هيستفيد منها استفاده عاليه خالص، لان دي اول الاستقرار والحمد لله، يعني ايه بسم الله ما شاء الله حاجات حلوه وبناء وتعمير، وحتبقى انشاءات والناس تشتغل وتبقى 100 ان شاء الله. اتحاد قبائل سيناء اتحاد جديد واتحاد فعال، اتحاد قائم على كل ما يخص الدوله المصريه من امن واستقرار وتنميه في وسط سيناء وفي شمال سيناء وفي جنوب سيناء.
واحنا دلوقتي بنبدا في صرح جديد في سيناء، ونامل ان هذه المدينه مدينه السيسي التي بنت بدانا في انشائها حاليا انها تبقى عاصمه لوسط سيناء.